بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هكلمكم أقل من نص ساعة في موضوع تاني اسمه طعم السم، لأني كنت بكلم مع حد يعني فقال لي كويس أنك عمال تقول لنا هندخل السماء ندخل السماء، بس أنا عاوز أدخلها دلوقتي. فنبهني الفكرة أنه هو ده ينفع ولا ما ينفعش. في لغة المسيح ينفع، ان احنا ربنا عشان ما يبقاش الكلام خيالي شوية، بكرة السماء دي ايه ونروحها بكرة، قال حقيقة غريبة شوية ان ممكن تدوق السماء دلوقتي. يعني عندنا قصة التجلي او يوم عيد التجلي، هو التجلي عبارة عن بروفة للسماء. بطرس ويعقوب ويوحنا داقوا مستقبلهم وهم هنا، فطبعا رجعوا نزلوا من الجبل فرحانين قوي ومستعجلين اليوم ده. امتى بقى هيبقى ده الوضع الطبيعي طول الوقت؟ المسيح في وشهم والأنبياء حواليهم وهكذا. الآية اللي فكرت فيها في الموضوع لما سألوا الفريسيين متى يأتي ملكوت الله، دايما الناس بتسأل كده، امتى السماء دي هتيجي؟ يعني امتى هموت وادخل السماء، او امتى ربنا هيجي ويجيب السماء معاه؟ فوجئنا ان المسيح قال إجابة مختلفة، ما قالش امتى، قال ازاي وفين. فقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هو ذا هنا او هو ذا هناك، ها ملكوت الله داخلكم. معناها انك انت ممكن تدوق الملكوت دلوقتي. معناها الملكوت بيبتدي بحاجة جوانية قبل ما يكون مستقبلك او مكان في الاخر. من هنا بنفهم ان كلمة ليأتي ملكوتك اللي بنصليها في أبانا الذي خدت ثلاث اتجاهات او ثلاث معاني في التفسير. الملكوت بالمعنى الزمني اللي هو يعني في المستقبل فعلا هيحصل كده، تعالوا يا مباركي أبي رسوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. يبقى في حاجة اسمها مكان معد هيبقى لنا في السماء، في حاجة اسمها كده. يبقى زمنيا احنا عايشين في حالة ترانزيت، مش ده اللي كان ربنا عاوزه. احنا شوهنا الخطة بتاعت ربنا من ساعة آدم، بس ربنا رجع تاني الفكرة دي وحطت لنا وعد بالملكوت الأبد. الملكوت بالمعنى الروحي اللي هو دلوقتي تقدر تبقى بارشيالي أو يعني بشكل ما مستطعم يعني إيه الحياة الأبدية، بس سماها المسيح حياة أفضل، يعني you can live your life better. يبقى أنت ابتديت تعيش حياة أجمل من الحياة الطبيعية، كأنها دي مقدمة للحياة الأبدية. ده المعنى المجازي لما قال، أو المعنى الروحي لما قال أتيت لتكون لهم حياة، وكأن الناس ميتة بس المسيح لما بيدخل حياتها بيعيشوا، وبيعيشوا حياة مختلفة عن الحياة اللي الناس عايشاها. ملكوت بالمعنى الكنسي، بمعنى ايه؟ لما يقول لستم بعد غرباء ونزل بل رعية مع القديسين واهل بيت الله. واحنا في القداس احنا بندوق السم، لان حوالينا العذراء والملائكة والقديسين، واحنا مع بعض بندوب في بعض، ويكون الجميع جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا. المعاني دي كلها بتأكد ان احنا كملكوت بالمعنى الكنسي، ده كمان يمشي مع يأتي ملكوتك. كأنك انت بتقول أبانا الذي، ليأتي ملكوتك ممكن تقول له عاوز أروح السماء، صح. ليأتي ملكوتك يا رب املأ قلبي، صح. ليأتي ملكوتك خلي العالم كله يبقى جوه الكنيسة، صح. وضحت تاني؟ ليأتي ملكوتك يعني بكرة خليني عندك، أو ليأتي ملكوتك النهاردة تعالى جوه، أو ليأتي ملكوتك للناس دي كلها تبقى جوه الملكوت، فتبقى الكنيسة لمت البشر كلها جواها. طعم السماء لما بتسأل كتير، لما يعني بعزي حد في انتقال حد لأول مرة، الناس بتفكر هم راحوا فين وحاسين بإيه وإيه شكل الحياة الأبدية. غصب عنك بتضطر تفكر في سؤال يمكن عمرك ما فكرت فيه لغاية ما حد قريب قوي مشي، فهو راح فين؟ طب الكنيسة بتقول لنا ما عندناش موت، اوكي موجود، موجود بيعمل ايه؟
موجود حاسس بإيه؟ السؤال ده بيبقى صعب وبس شاغل الناس. صعب قوي نوصف بالحرف بيعمل إيه وحاسس بإيه، لكن عندنا إعلان كتابي واضح هو حالته شكلها. فأول حالة توصف السماء هي حالة حب. السماء عبارة عن واحد بيحب بجد طول الوقت. احنا كلنا عندنا حب بعضينا البعض، بس الحب بتاعنا متأيد قوي ومتعور قوي بالأنانية وبالمشغولية وبالشهوات وبالمصالح وبالفلوس تصور كل ده تشال وعندك حب صافي جدا نقي جدا طول الوقت. العالم اللي احنا فيه أناني بطبيعته، كل واحد بيفكر في نفسه، والعالم اللي احنا فيه مادي، فلوس بتحكمه واللبس والألماز العالم اللي احنا فيه مليان إباحية. الإباحية ضد الحب، لأن الجسد صوته عالي، الشهوات صوتها عالي. إلغي التلاتة دول، حاول تتصور عالم بدون فلوس، بدون ماديات، بدون جسديات، بدون أنانية. صعب قوي تخيله، بس هيبقى عالم رائع. مش كده؟ هي دي السماء. السماء هي حياة حقيقية بس بدون التلات أوسان البشعة دي، وسن الأنانية، وسن الفلوس، وسن الجسديات. كمان السماء بما أننا بنقول حب، يعني بالضبط الحالة اللي عاش فيها المسيح طول الوقت. ما هو المسيح عاش طول الوقت في حالة حب لله وللناس. طب إذن المنظر المثالي ده بتاع ربنا يسوع هو اللي أنا مدعو أن أنا أبقى فيه دلوقتي، وهو ده الشعور اللي هيكمل معايا في السماء. عشان كده الكنيسة بتكبرنا نبقى شبه المسيح، وأي حد بيتشبه بالمسيح يبقى طبيعي داخل السماء. في المستقبل إيه؟ هيبقى حب بلا حدود بقى، بلا يعني شروط كمان. فربنا يسوع بيدي الحب، اللي بيدوق المسيح بيدوق طعم السماء. يعني السامرية وهي شايفة المسيح بيدلق عليها حب، بيغرقها احترام وحب واهتمام، هي حست أكيد بلحظة أمان وفرح وارتياح عجيب عمرها ما حسيته. كده ده الطعم السماء. الابن الضال لما ترمى في حضن ابوه بعد غيبة سنين يمكن وبهدلة، لحظة الحضن دي اللي معاها غفران ومعاها أمان، هي دي طعم السماء. فهمتوا اللي أنا عاوز أوصله؟ إذن طعم السماء أنا ممكن أدوقه هنا لما أصلي قوي من قلبي، أحس بارتياح شديد قوي مع حب شبعان بحب ربنا. ده مجرد لحظة كده، لحظة بس، ده فوق بقى على كبير بقى. طعم السماء كمان بيفكرنا بالقاعدة اللي بتقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. تاني بفكركم أنا هنا متأيد. يعني إيه؟ في خناقة بين الجسد والروح. الروح القدس اللي حل فيه عاوزني أحب الناس وسامحهم، جسدي بيقولي لا ما يستهلوش، روح القدس بيقولي ما تفكرش، أبوك مسؤول عنك، وجسدي بيقولي لا فكر واحسب، ده الدنيا عمالة تغلى. في خناقة دايما شغالة. طعم السماء الخناقة خلصت لحساب الروح، فالاتكال مطلق، تسليم مطلق، طفولة بريئة منطلقة على طول. طب ما دي حالة جميلة قوي. يبقى اللي عارف يعيش بالمعاني دي، الروح كنترولينج الجسد، يبقى ابتدى يدخل في طعم السماء. يقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يعني كل ما بتقرب من ربنا، ربنا بيدلق عليك حب إلهي. عشان كده كثير من القديسين داقوا السماء جوه الصلاة. لما بتصلي كويس قوي بتحس ربنا بيحبك قوي، والحب ده بيخليك تقول امتى روح السماء بقى، بس انت دقتها وانت على الأرض. كل لحظة فيها غفران هي لحظة سماوية. لما بتاخد قرار انك تسامح شخص، انت لمست السماء في اللحظة دي. لما بيبقى في لحظة خدمة وبتتعب، كتير منكم اللي بينزلوا بقى الصعيد او العشوائيات اللي بيخدموا، بيرجع يقول اليوم ده مختلف وطعمه حلو، وبعين فيه تعب بس انا راجع مبسوط. ليه؟ اصلا انا ما عشتش اليوم ده لنفسي، عشته لحد تاني.
طب ما هي دي السماء، انك خرجت بره نفسك يبقى ابتديت تدوق طعم الابديه. لحظه التشجيع لما الواحد بيشجع قوي الناس بيحس براحه بال غريبه، لان التشجيع بيوصل حب والحب سما. لحظه التضحيه، كل اللحظات دي من طعم السما. انا تاني براجع موضوعنا ايه، ملكوت الله داخلكم. يلا نحاول نستطعم السما دلوقتي عشان نشتاق لها بكره. لو حبيناها وجربناها هنقول يلا نروح. كمان طعم السماء فرح. قديس بولس قال ملكوت الله ليس أكلا وشربا، وده فرق ضخم بين المسيحية وأي حاجة تاني. ملكوت السماء ليس أكلا وشربا، بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. لو الواحد فكر أطول فترة قعدتها فرحان قوي قد إيه، هتلاقي نفسك مش عارف تجاوب. فرحان قوي دي نادرة، وأطول فترة ده سؤال يعني متفائل جدا، مش كده؟ لأن اللي بيفرح مش بيفرح قوي، ولو فرح قوي بيقول اللهم اجعله خير، وطبعا مش بتطول أكيد. طيب إذا كانت أي حاجة مفرحة بشكل برضو نقي ما فيهوش حاجة وحشة وفرح مستمر، أكيد دي حالة جميلة قوي. فهنا بيقول في تعبير جميل قاله القديس بطرس، قال افرحوا لكي تفرحوا. غريب قوي التعبير ده، كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا. افرحوا ده فعل أمر، لكي تفرحوا ده في المستقبل بقى. يبقى اللي بيدوق الفرح بإرادته هنا هيفرح في السماء إلى الأبد، بس الفرح اللي من النوع ده، يعني تبقى متألم مع المسيح بس اخترت تفرح، يعني بتشكر على المرض وعلى الضيقة وعلى تعب الخدمة، وقابل كل حاجة بفرح. فلما بتفرح يبقى أنت كده هتكمل فرحان للسماء. مسيح لو المجد قال عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. افرحوا كل حين وأقول أيضا افرحوا. يبقى لما الواحد بيختار يبقى فرحان، وعلى فكرة ده مش يعني مش كلام نظري، انت ممكن تصحى الصبح تقول مش هتضايق النهاردة، هتلاقي 100 حاجة تضايقك، لكن هو موقفك ايه؟ انت اللي بتسمح للمضايقة تدخل او ما تدخلش. العكرة ده قرار، انك تعكر نفسك ولا ما تعكرش نفسك ده قرار. فالفرح قرار، بدليل انه كذا مرة يجي في الانجيل افرحوا، ما تسيبش نفسك تتضايق، ما تفكرش بطريقة تضايقك، فكر بطريقة تفرحك. والفرح عموما له مدخل سهل قوي اسمه أشكرك يا رب، والفرح له مدخل سهل قوي انك تحب اللي حواليك. لو عرفت تعمل دول هتلاقي نفسك بتختار تبقى فرحان. اللي بيختار يبقى فرحان يبقى غالبا فاهم طريق السماء وبيستطعم السماء. الفرح بيكسر على طول مع كل خطيئة، يعني أول ما بتغضب طار الفرح طبعا، أول ما بتشتهي شهوة رديئة راح الفرح، أول ما بتسيب نفسك للمشغولية الزيادة اختف الهم والغم. يبقى أنت لازم تبقى مراقب نفسك، لأن الحاجات دي ضد السماء، الحاجات دي بتشدك لتحت، الهموم والغموم والفرح الطفولي البريء ده بيشدك للسماء. فما تسيبش نفسك تتضايق. أنا دايما لما أتكلم على الفرح بفتكر البابا شنودة الحقيقة، ما كانش لي عشرة مع البابا كرولوس لكن قربت من البابا شنودة. بابا شنودة على قد ما كان في حياته آلام فظيعة ومشاكل ضخمة سياسة وغيره، كان بيضحك من قلبه زي الأطفال لأنه كان بيعرف يصلي. فلما بيصلي ويدلق عند ربنا كل حاجة تقعد معاه تحس إن الدنيا بخير ومفيش مشاكل خالص والموضوع ايزي قوي، فهذا يبقى مش مصدق روحه، يعني ازاي في حد عارف يعيش كده فمع كل اللي حواليه ده. ولما يكلم في مشاكل ومشاكل مرعبة يكلم بمنتهى السلاسة. ليه؟ لأنه بيعرف يصلي. اللي بيعرف يصلي يعرف يدوق السماء، لأنه بيعرف يحب وبيعرف يفرح. افتكروا المعنى ده، اللي بيعرف يصلي بيعرف يحب وبيعرف يفرح،
هو حط رجله في السماء خلاص، sooner or later هيكملها برجله التانية في السماء. لكن رجله الأولانية دخلت السماء لأنه بيعرف يفرح وبيعرف يحب. تعبير جميل اتقال في سفر نحمية لما قال اذهبوا كل السمين اشربوا الحلو ابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. الإنسان الفرحان قوي، لأن دي عملة نادرة في الدنيا أنك تلاقي واحد فرحان فرحة بريئة نقية ومستمرة. دي حاجة مش طبيعية، مش حاجة سهلة أنك تلاقي حد كده، ده معناه أنه جوه السماء فعلا. تالت حاجة للسماء، نحاول نوصف السماء عشان نعيشها دلوقتي عشان يبقى لنا مكان فيها. قلنا خليك دايما في حالة حب، ما تسيبش الحب يقع منك بالإدانة والغضب والنميمة. خليك فرحان لأن ما تسيبش الفرح يروح منك بالمشغولية والهم والغم. السماء كمان حالة بر، لأنه قال ملكوت الله بر وسلام وفرح. كلمة بر بتيجي في الإنجليش عارفينها بتيجي اسمها إيه؟ righteousness، right، كل حاجة صح. كلنا كمسيحيين بنتزقع الصح من جوه، الروح القدس اللي فينا عاوزنا نمشي صح واحنا بنمشي غلط، بس الروح القدس ما بيقاس، كل ما تحدف شمال يحدف يزقك يمين، لانك عاوزك تبقى صح، عاوزك تبقى بار، عاوزك ما تغلطش. ويفضل الانسان طول حياته بيعاني، عاوز يمشي صح مش عارف يمشي صح، كلما اريد ان افعل الحسنى ها أجد الشر حاضرا عندي. يعني عاوز ما أكذبش ممكن أكذب، عاوز ما أغضبش بغضب، عاوز ما أكسلش بكسل، عاوز أحب ربنا والفلوس تحت رجلي لا الفلوس فوق رأسي وربنا تركن، حاجة تغيظ. طب بس عندنا خبر حلو، لما تدخل السماء كل حاجة هتبقى صح لوحدها. إيه رأيك تدوق طعم السماء لما تحاول تبقى صح على طول من دلوقتي؟ فهمتوا المعنى؟ يبقى اللي عايش صح، يعني اللي عايش حالة البر، اللي بيتفادى الخطأ والخطية بكل أشكالها، ده طبيعي داخل السم، لأنه تاني ابتدى يلمس السم طعم السم في بقه، لأنه ما بيعرفش يكذب، بيعرفش يكره، ما بيسيبش نفسه للطمع، ما بيسيبش نفسه للشهوات، بيفرمل. يبقى هو ده اللي طبيعي مكمل على السماء. عشان كده يقول كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. قديس بولس قال أنا عاوز أوجد فيه، تعبير بقى فيلسوفي كده فلسفي بتاع بولس، عاوز أوجد في المسيح، عاوز يبقى أنا جواه كده وهو جوايا، وليس لي بري الذي من الناموس. خلاص بر الناموس ده تبقى السبت والزبايح والفرايد ونغسل إيدينا إزاي، لا لا لا، طلع كلام كله ما يجيبش نتيجة، بل البر الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يعني لما بلزق في المسيح بيديني البر بتاعه، ببقى صح من غير مجهود. انت لما بتصلي كويس تاني تلزق في ربنا بتلاقي نفسك مش عارف تغلط، مش عاوز تغلط، اول ما بتبعد عن المسيح بتلاقي الغلط قريب قوي لقلبك ولطبعك. مرة تانية يقول هكذا كان أناس منكم اغتسلتم تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. يبقى البر ده احنا بناخده في السكة واحنا بننادي على اسم ربنا يسوع وعايشين بالروح القدس اللي فيه. تاني بلخص، طعم السماء محبة وفرح وبر. فالحاجات دي ممكن من دلوقتي نشوفها ندقها، ولو دست فيها ودقتها كويس هتبقى السماء مش بعيدة قوي عن خيالك لأنها اتعودت عليها. يبقى ببساطة طعم السماء يخليك تهرب من الخطية، تلزق في الخير، تنمو في الفضيلة، مش عاوز تغلط وعاوز تعمل خير على طول، وعاوز الفضائل اللي جوه المسيح دي تبقى في طبعك، تواضع البساطة الحكمة الأدب. طعم السماء كمان شركة. الإنجيل لما وصف السماء وصفها دايما بشكل عائلي. السماء لما تقروها في سفر الرؤيا ده مش المسيح بس، لا هو دايما حواليه حد، الاربع حيوانات غير المتجسدين، الاربع وعشرين قسيس، الملائكة، ربوات من البشر، وكله فرحان وكله مبسوط
والدنيا جميلة. التجلي في عيلة عيموسة وإيليا، وانضم ليهم بطرس ويعقوب ويوحنا، والمسيح هو السنتر. السماء لها طبيعة العائلة، لأنه يقولوا كمان ربنا لما خلق آدم وحواء كان بيدي الموديل بتاع السماء في المستقبل، هو وآدم وحواء والمفروض ولادهم بعد كده، إنما هم بوظوا البروجكت بالخطية. فإحنا في فكرنا الأرثوذكسي السماء حالة عائلية، عشان كده في الكنيسة القبطية دايما في أيقونات، ودايما في ذكر للقديسين، ودايما في زكسولوجيات، وفي النهاردة عيد البابا كيرولوس ولسه بنسميه البابا كيرولوس وبنحسه بيصللنا، واسمها ماما العدرة من وإحنا عيال صغيرين. الموضوع عائلي السماء كده، وعشان كده لو عشت في علاقة عائلية سوية انت بتدوق السماء. انتوا لما بتتلموا كعيلة بالذات، والعيلة كبيرة بقى لو انت كبرت وعندك احفاد وعندك عيال ومسافرين ويبقوا حواليك، انت بتشعر بشعور تبقى نفسك اليوم ده ما يخلص، مش دول حبايبك وناسك وتلموا عليك وملموم عليهم، احساس جميل قوي. طب ده مجرد لحظة من السماء. بس العيلة الكبيرة قوي بقى اللي فيها كل القرايب المحترمين قوي شهداء وقديسين، وانت تبع العيلة دي، فطبعا يبقى السماء هتطلع فعلا جميلة قوي. بس نقدر ندقها لما نحقق طعم العيلة في حياتنا. العيلة دي على فكرة هي مش خال وعم، كل شخص تحبه ويحبك دخل في العيلة. انت لما بتحب الفقراء بقيت عيلتهم، بقيت هم عيلتك. لما بنسافر بلاد افريقيا واسيا دول بقيت عيلتنا، لان يأتون من المشارق والمغارب وايه ويتكئون في حضن ابراهيم. حضن ابراهيم ده السماء. بس ملمومين في ناس عجب، بس كلهم مستمتعين بالطعم العائلي. نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، خلينا ايه نطرح كل خطية محيطة بنا بسهولة ونحاضر بالصبر. في العيلة ان كان عضو يتألم كل الاعضاء بتتألم، ولو عضو بيفرح كل الاعضاء بتفرح. وذا ما احسن وما احلى، ده السماء دي السماء، ان يجتمع الاخوة معا، هي دي السماء ببساطة. طب ما احنا ممكن نفعل السماء دلوقتي؟ يس ممكن، ولو بشكل جزئي. ولو عرفت تخلي حياتك كلها كده، من يما تروح تخلي في جو من الشركة، وكمان انت عايش في البر والفرح والحب كده، انت ايه عايش في سماء مؤقتا لغاية ما تروح السماء في الاخر. تعبيرات كتيرة جت عن الشركة في الكتاب، يقول الأمم شركاء في الميراث هيورثوا معانا، والجسد بقوا أعضاء في نفس الجسد بيتناولوا من جسد المسيح. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب. لا، الشركة لازم تبقى ما فيهاش ظلمة. يبقى أنا عاوزكم تحفظوا أربع كلمات. عاوز أروح السماء، أوكي ممكن تروحها النهاردة؟ ينفع؟ ينفع. تروحها إزاي؟ عندك أربع مجالات. حب اللي حواليك قوي بدون غرض، تمسك بالفرح وما تسيبش حاجة تطيره منك، امشي صح على قد ما تقدر، خليك بار. ده في كل مكان حوله إلى شركة، إلى جو عائلي. لو عرفت تعيش الأربع كلمات دول انت دقت طعم السماء، وانت كده طبيعي تكمل وتدخل السماء لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.